والسلام صدر الأرساء غرف المهنية سدى رجال الإعلام إلى الحضور الكريم بمناسبة اختتام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الدوت المنطق الأيام 17-19 منبير 2014 تحت شعار اللوز أفاق التنمية وتعزيز الجودة والذي تزامن مع أفراح الشعب المغربي لزفاف الميمون الأمير مولاي رشيد وعيد الاستقلال المجيد أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة سكان دائرة أكنون من برلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية تنظيمات مهنية الفلاحية هيئات المجتمع المدني ومختلف فعالية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأعلى آيات الولاء والإخلاص للعرش العلوي المجيد وللسدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤكدا تجنب دائم أبناء منطقة زناية المجاهدة وراء قائد بلاد بني المغرب الحديث للدود عن حوزة الوطن والدفاع عن المقدسات وإفشال كل المؤامرات الدنيئة لأعداء الوحدة الترابية. أبقى الله مولانا الإمام أمير المؤمنين جلالة الملك سدد الله الخطى ذخرا ذخيرا وملاء آمنا وحفظه في ولي وعهد الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة وسمو السعيد مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب الدعوة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.